قال أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يتفقد الشهداء يتفقد أصحابه، فقال: ألا يا أيها الموت الذي ليس بتاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تحن نحوهم بدليلي. ما جيت جثير المريان أبو مجتبى المعروف سيد ناجي من مواليد 1979 الحاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي، وطالب مرحلة بحثية في الدكتوراه من سكنة البصرة منطقة حي الحسين عليه السلام. قائد جيش المهدي عجل الله فرجه سابقا في المنطقة الجنوبية، حيث أصبح قائد عمليات سامراء لسرايا السلام. ناجي ذلك الرجل الاجتماعي المعتدل ومظهره الحسن لا يملك أي حساب شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعرف من خلاله الناس، إنما عرف من مواقفه النبيلة التي قذفت في قلوب الناس. يملك جزءا كبيرا في قلوب محبيه، وله كاريزما مميزة وقيادي في الفطرة وجميل المنظر ومحبوبا لدى جميع من يعرفه. خسرت البصرة أحد أهم عناصر معادلة القوة الخفية، رجل كانت له البصمة في كثير من القضايا، كما يمتاز بالشجاعة والإيثار، له ابتسامة لا يفارقة في أصعب الظروف، وذاكرة تسأفه لحفظ جميع من يتعرف عليه. قائد أشد عملية نوعية في العقد الأخيرة على الدواعش في جرف النصر، والتي كللت بالنصر والهزيمة القاسية للإرهابيين ومقتل أبرز قادة وجند داعش على يدي السيد ناجي ومن معه، وما إن دخل منطقة في العراق إلا واطمأنت له الأنفس واكتسب محبين جدد. غيبه فيروس كورونا اللعين، وهو يقيم شعائر الإمام الحسين عليه السلام في موكبه الكبير في الحيان. نعم، شعائر التي لطالما كان يدأب على أقامتها ويحرص على حضورها، فهي التي تمثل طريق الحسين عليه السلام، وكان السيد ناجي يعمل في خدمة الإمام الحسين عليه السلام تطبيقا للآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، فقد نال النصر في كل المعارك لترتقي روحه الطاهرة مع أنصار الحسين عليه السلام، تاركا مسيرة عظيمة وطنية ولائية مرصعة بالجهاد والإنسانية، ليبقى اسم ومواقف السيد ناجي المرياني قناديل تحملها الأجيال القادمة.